بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. إخواني في الله، بارك الله فيكم. نأخذ درسنا اليوم من عمدة الأحكام. Today we're going to take a lesson from Umdat al-Ahkam. وصلنا إلى باب الجمع بين الصلاتين في السفر. Combining between two salahs when traveling. طيب يا إخواني في الله, brothers in Islam, ما حكم الجمع بين الصلاتين في السفر؟ What is the ruling on gathering or combining between two salahs when traveling? ما حكمه عندك يا محمود؟ ما حكمه؟ What's the ruling on that? طيب 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 يا با فارس حياك الله. طيب لا, ما حكمه؟ ما حكمه؟ What is the ruling? ما حكمه؟ نعم يا أخانا زنداني, ما حكمه؟ لا, في السفر, في السفر يفهم يا عمنا, السفر واحد يسافر يجمع بين الظهر والعصر, يجمع بين المغرب والعشاء, ما حكمه؟ طيب ما حكمه؟ فهمت السؤال يا محمود؟ حكمه لا يا بالعربيه مين permissible؟ مباح, تقول مباح؟ لا ما نقول مباح يا با فارس. سنه, مستحب, هكذا تقول, مستحب. سنه, هل هو واجب؟ is it واجب you have to combine? لا. is it مباح؟ لا, هو امر ديني. تقول مباح في شيء عام. نعم هذا السنة. نعم هذا السنة يا عمار, أنت ما أنا. طيب القصر في الصلاة أثناء السفر, shortening the صلاة من 4 ركعات إلى 2 ركعات, ما حكمه في السفر؟ ما حكمه؟ وين أبو فارس؟ تشجع للأول و... نعم القصر واجب, القصر الصحيح أنه واجب. Shortening the salah is واجب. Combining the salah هو بحسب يعني ما يناسبك. نعم كما سنقرأ. Combining the salah is according to what is convenient for you. إما جمع تقديم أو جمع تأخير. Either combining the salah at the beginning of the first salah or at the dawn, the other salah, between Dhuhr and Asr. نعم. تصلي Dhuhr والعصر في وقت الظهر أو تصلي Dhuhr والعصر في وقت العصر. هكذا كان محمد. نعم. هذا سنة. You can combine Dhuhr والعصر when you're traveling. At the time of Dhuhr, يسمى هذا جمع تقديم. You call it جمع تقديم because it's ahead. Or you can combine Dhuhr والعصر at the time of Asr, you call that جمع تأخير. نعم. All of them are صحيح. أما القصر, أما shortening ظهر والعصر والعشاء, those that have 4 ركعات to 2 ركعات, الصحيح أنه واجب. It's واجب. نعم. أولا يا إخواني في الله, هذا من فضل الله علينا. This is from the goodness and the virtue and the bounty of Allah upon us. نعم. لأن السفر مظن أم المشقة. نعم. It's expected. It's going to be difficult. نعم. وأنت مسافر, ممكن لا تجد ماء, ممكن ما تجد أمور, ممكن أنت مرحق, ممكن لابد أن تستمر في السير. You have to keep going. You don't want to stop. ممكن بعض المناطق ما يصلح فيه الوقوف. Making some areas is not suitable that you stop me. Na'am ya ba'dani.
عفوا القصر واجب في السفر ليس أثناء السير. سفر نعم مسافر نعم هذا مسافر هذا مسافر والقصر واجب نعم. طيب اختلفوا يا إخوتي في الله نعم فاختلفوا يا إخوة إن كان واحد مسافر إن somebody traveling فممكن هو مسافر من مكان إلى مكان نعم فمر على Hamtramck he's traveling from Buffalo New York and he's going to Tennessee he passed by Hamtramck he's going to be here one day هل هو مسافر سيبقى هنا يومين he's going to be here two days right here he's sitting guest in somebody's house هل هو مسافر يومين نعم وسيكون هنا ثلاثة أيام يجلس ثلاثة أيام يمد رجليه يغتسل يغير ملابس يكوي ثوبه press his clothes take a shower eat out three days he's going to be in Hamtramck but he's still going is he مسافر نعم أربع أيام لا أربع أيام يعرف من أول يوم أنه سيكون هناك أربع أيام لا قصر لا جمع مقيم نعم أربع أيام أربع أيام if he knows he's going to be there four days or more he stops immediately يتوقف إلا from the beginning, as soon as he gets there, as soon as he gets to Hamtramck, and he knows he's going to be in Hamtramck more than four days or more, stop. No more jammer. No more combined assault. No more qasr. Spiru, kamil hada. Spiru. Hal fahimna hada ya ikhwani? Ya Aba Mundir, hayak Allah. Aba Muawiyah. نحط نشوفك الله يبارك فيك انت مختبئ خايف على العمود بس انت اوسع شايف يا اخواني شايف اذا هو وصل الى Hamtramck يا ادريس انت معنا ويعرف انه سيكون هناك اربع ايام فازيد من اول وصوله the first time he gets there and he knows he's going to be there more than four days and he's traveling but he's going to stop there He's not traveling anymore. So I'm going to have a muqeem. Illa, except that huwa yureed an yadhhab walakin fiha thalj, it's snow. Na'am. He's waiting to go, but look, whenever the snow goes, that's when he's going to go. It might be 5 days, it might be 6 days. It's mu'tamid ala mawqufan ala thalj. It's just depending on the snow, for example, then who's musafir? Some of the mutaraddid, na'am, he's still traveling. Because he's not, he has something that's delaying him. Na'am. Na'am. Ayy shay mu'allak bighayrihi. Na'am. Bidhuruf, something that's connected to an affair that's waiting. Na'am. Like maybe he has to go to court, he has to pay a ticket. Na'am. He goes to court, they say, come back tomorrow. He goes to court, they have to come back tomorrow. Come back next week. He's still traveling. He's still traveling. ما الدليل على هذا يا إخواني في الله؟ لسمع. يا إخواني ما الدليل على هذا؟ ما اصبروا. لا أحد يأخذ شيء في صدري. ما في شيء. بارك الله فيكم العلماء اختلفوا في هذا نعم العلماء ذهب تفعل so many أقوال نعم فيا إخواني في الله في مثل هذه المسائل نقول الأرجح كذا وكذا in the likes of these affairs we say the strongest opinion is such and such
لا نقول ذاك القول باطل، ذاك الخطأ. We don't say that one, that's wrong. That's mistake. هذا خطأ. لا، هذا أرجع. نعم. This is what you see. What that مرجوع. That's lighter. With me. فيما أعتقد. نعم. فما يحتاج شدة في مثل هذه الأمور. It doesn't need to be harsh in the likes of these affairs. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نصيب بضبط الأيام، لكن سافر من مدينة إلى مكة في حجة الوداع. نعم. فوصل إلى مكة يعني 4 أيام قبل يوم التاسع، يوم التروية يسمى. فمتى يخرج الحاج من مكة إلى ميناء؟ التاسع. نعم. فكان هناك 4 أيام. He was just in Mecca 4 days after traveling. سافر من مدينة. وبينما هو يسافر من مدينة يجمع يقصر. وصل إلى مكة 4 أيام أتم. ثم سافر إلى ميناء قصر. هل فهمت كلامي؟ ما هذا الدليل يا أبا فارس. He traveled from Mecca, from Medina to Mecca. While he's traveling, he's combining the Salah and he's shortening the Salah. When he reached Mecca, he was in Mecca for 4 days. Atam. He made everything complete. أنتما أنا يا خانة. مسموك؟ حمزة. نعم. 4 أيام, he made everything complete. No jama, he didn't combine anything. Soon as he goes to Mina, start again. فذاك المدة كان مقيم. He was not traveling during that time. بمكة. He wasn't traveling during that time. يا إدريس, أنت معي. هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني والعلماء اختلفوا فيه. تعب يا إخواني في الله. كما قلنا اسمع وبارك الله فيكم. السفر مظنة المشقة. It's expected that you're going to be in difficulty. فالله سبحانه وتعالى رخص لنا لهذه الأمة. نعم. ننظر إلى الأمم قبلنا. الله سبحانه وتعالى يقول في اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يا أبا معاوية أجمعي، يا أخي محمد سوري، بسبب معاصيهم الله شدد عليهم وأخذ منهم طيبات وحرم عليهم. نعم. على الأمة. فبظلم، ما معنى بظلم إخواني؟ ما معنى فبظلم؟ ما معنى بي؟ فبسبب ظلم. Because of oppression. فبظلم، فبسبب ظلم. من الذين هادوا. From the Jews. حرمنا عليهم. We made it haram for them. طيبات أحلت لهم. طيبات الحلال things. Good things أحلت. It was made permissible for them. Allah made it haram. فبظلم, because of ظلم that they were doing. They had طيبات. يا عبد الصبور, أنت فهمت. أحلت لهم. هم يسمى مبني للمجهول. Now, it was made permissible for them. Then Allah explained more. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وبصد بسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا. كان يصد. It was stop things in the cause of Allah. وأكلهم الربا. They were taking the riba. وأخذهم أموال الناس بالباطل. And it was taking the people's money in falsehood. Because of that, Allah made the طيبات. طيبات حرام عليهم. مثل ماذا؟ الله حرم عليهم شحومها. شحوم المواشي. Allah made the fat of the animals haram for them. And you have meat and you have the fat on it. It's haram for the Jews. They can't eat that. Allah حرمها.
فماذا فعل لما حرم الله على حرم الله هذه الأمور عليهم؟ إيش فعلوا؟ زادوا في الطغيان، زادوا في الطغيان. نعم، فماذا فعلوا؟ أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. When Allah made these things haram for them, when Allah made fat haram for the Jews, they melted it and said, "This is not fat. This is oil." And they sold it and they ate the wealth that they came from. ما يكفيهم. ما كفاهم التعذيب والعذاب. Was it sufficient? ثم بعد هذا جاء عيسى ابن مريم. ماذا جاء عيسى به؟ نعم. علي أن أذكر الآيات الذي كان يعمل. بارك الله فيكم. والله سبحانه وتعالى يقول ومصدقا لما بين يدي من التوراة. أنا مصدقا، هذا عيسى، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. ما معنى بين يدي؟ That which is before me. I believe in that which is before me from the Torah. هذا الذي يتكلم عن عيسى. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم. جعلني هذا القصد يعني فرج. أكفروا به يا محمد أنت مائي إيش من قوم يا أبا أحمد يا مختار. لا إله إلا الله. عيسى saying ومصدقا لما بين يدي من الطهر. I believe in your book التوراة. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ I'm going to make permissible for you بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكَ I'm going to make halal for you that which is haram. هَلْ آمَنُوا بِإِيسَى Did the Jews believe in Isa? كَفَرُوا بِهِ أَيْشْ تُرِيدْ بَعْدَ هَذَا What you want after that? No. ثُمَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الله سبحانه وتعالى يقول رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ربنا لا تحمل علينا إصرا يعني صعوبة مشقة لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Don't give us difficulties like you gave difficulties on those before us. اليهود والنصارى يا إدريس أدمعنا. هذه الأمة هذا سماحة الدين هذه أحكام الذي نحن في السفر من أمثلة ذلك. These rules concerning traveling is examples of that. ربنا لا تحمل علينا إصرا. Don't put on us, make us carry difficulty. على الذين من قبلنا, that was on the people before us. فالله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر لن يشاد الدين أحد إلا قلبا. This deen is يسر. هذا الدين يسمى سماحة. سماحة يسمح للعباد يسهل لهم it makes things easy for them and أمور كثيرة. فكيف إذا ما وجدنا ماء للوضوء لابد نسافر من أجلها؟ يتيمم. هذا تيسير. هذا تيسير. هل كان هكذا في أول الإسلام؟ لا ما كان هكذا. هذا في المدينة. If the Muslim doesn't have any water he can make تيمم. هل يتيمم للحدث الأصغر أو حدث الأكبر أيضا؟ Now what if he's junub? He can make تيمم if he's junub. Even if he's junub, تيسير. هذا سهولة. هذه سمى السماحة. That's the ease of this religion. Allah made it easy. نعم. فنريد قبل أن ندخل في هذا الأحكام. And نعلم هذا تيسير من الله. This is Allah making our life easy for us. لكي نعبده ونجتهد فيه. حتى ما عندنا عذر. الله سبحانه وتعالى يقول طه ما أنزلنا عليك قرآن لتشقى. Allah didn't send down this Quran to be a difficulty on you. وجاهدوا في الله. اجتهدوا. وجاهدوا في الله حق جهادي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وسؤال عندكم
جاهدوا في الله, work hard for Allah. حق جهادي, a true jihad, a true struggle. هو اجتباكم, he chose you. وما جعل عليكم في الدين من حرج, he didn't put any difficulty on you. ما إعراب من, وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يسمى هذا من, وما ضابطه, وما أكثر ما نكرر في هذا. وما جعل عليكم في الدين من حرج, ما قال وما جعل عليكم في الدين حرجا, ما قال حرجا. وما جعل عليكم في الدين من حرج, من حرج. ما يسمى هذا, لا ليس ما يفيد. What do you call this من؟ يا عبد الصبور, من زائدة, it's extra. ولكن تأدبا مع القرآن, have an edip with the Quran. زائدة يا عثمان, زائدة means extra. لكن have an edip with the Quran, there's nothing extra in the Quran. But if you look at the Arabic, you say هذا من زائدة, it's extra. لكن تأدبا مع القرآن, you say توكيد, صلة والتوكيد. Okay. ما فائدته, توكيد. أنا أقول لكم هذا مثال كثير. واحد يريد مني مال. Somebody wants for me $500. He wants for me $500. وعندي 200. أقول لهم ما عندي مال. I say to them, I don't have any money. هل أنا صادق؟ نعم, أنا صادق. I mean, ما عندي المبلغ من المال الذي تريد. If I say I don't have any money, that's truth. نعم. ولكن إذا ما كيف إذا ما عندي 200, ما عندي مال, I don't have any money. ما أقول ما عندي مال, أقول ما عندي من مال. أبلغ, stronger. ما عندي مال, ما عندي من مال. يا محمد أدمعنا. This is strong, I don't have any money. Not that I don't have money, I don't have any money. ما عندي من مال. وهو في كتاب الله الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول أولا ضابطه, ما ضابطه يا إخواني يا مختار؟ متى يستعمل من زائدة؟ When do you use من زائدة يا عبد الصبور؟ لا, ضابطه أن يأتي بعد نفي أو استفهام. It has to come after a نفي أو استفهام. يسمى استفهام a question, شبه نفي, it's مثل نفي. نعم نعم كان يسمى زائدة, سلب التوكيد, يسمى من سلب التوكيد. نعم, لابد يكم after نفي أو استفهام, والذي بعده نكرة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم, هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ انظر غير الله, يعني أصل هل خالق غير الله؟ قال هل من خالق, is there any creator؟ ما قال هل خالق, هل من, is there any creator other than Allah؟ أبلغ يا أبو الصبور, you understand that؟ يا محمود, so this من is coming after a question. هل من خالق غير الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كفار قريش وما آتيناهم من, ما آتيناهم من كتب يدرسونها. ما آتينا, we didn't give them, ما قال ما آتيناهم كتبا, لا, ما آتيناهم من كتب, they have notebooks, not Torah, not Injil, ولا كتاب ولا شيء. كفار قريش, nothing. وما is نفي, وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير, we didn't send any warning to them. قوم ضالون, they just astray. يا أبو الصبور فإمام, والله سبحانه وتعالى يقول ما, هذا نفي, ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير, لا ينزل عليكم خيرا, من خير. ما يود, they would not like, the Jews and the Christians and the Mushrikeen, أن ينزل عليكم, that will come down to you, من خير, any good.
It came after nephew. وبعده نكرة. It comes after a negation, and after it is what? نكرة. طيب. كل هذا الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ديننا. Allah has made our religion easy for us. فما لنا عذر يا إخواني في الله. We don't have any reason أن نكون مسافرين لا نصلي. Do we have a reason that we're traveling? We're not going to pray. It's difficult. I got to travel. I got to make wudu. I have to do it. Yeah, okay. Allah yassara umur. Allah made it easy. فيا إخواني في الله. هذا الدين فيها عبادات فيها معاملات نعم. This religion has عبادات between us and Allah, and it has معاملات that we things that we do in our daily lives. We have to travel. لا بد نسافر هذا أمور ما نسافر ممكن نسافر لغير الدين لا للعمل للزيارة للمستشفى. We can travel for a lot of reasons. وما هذا الله يسر لنا أمور. And with that, Allah lightens for us our way. فنقرأ الحديث الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر. Chapter Gavin, combining two salats, one traveling. فقال رحمه الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر. كلام ابن عباس. The Prophet صلى الله عليه وسلم, he used to combine when he was traveling between ظهر والعصر. من الحديث بعد سيبين. وإذا كان على ظهر سيلن, if he was traveling, نعم, يجمع بين المغرب والعشاء. He used to always, if he was traveling, he used to also combine between Maghrib and Isha. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. If he traveled before the sun left from the middle of the sky, before Dhuhr, قبل أن تزيغ الشمس, قبل الظهر. If the Prophet traveled before Dhuhr, إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس, أخر الظهر إلى وقت العصر. If he was traveling and he traveled before Dhuhr, he delayed Dhuhr until the time of Asr. Travel, go. ثم قال رضي الله ثم يجمع بينهما. Then he would gather them together at the time of Asr. وإذا زاقت صلى الظهر ثم ركب. If the sun passed the middle sky and Dhuhr came in before he traveled, he prayed Dhuhr, then he traveled. السؤال عبد الكريم إن كان الرجل مسافرا. He's at his house. He's traveling. He has a long travel. He's ready to go. He has the car ready. He has his camel ready. نعم. أذن. They call that أذن. هل يجوز له أن يجمع ظهر والعصر ويمشي؟ عندك يا محمود. لا يجوز. نعم. لا بد أن يضرب في الأرض. If you're traveling, you have to leave قريتك, حارتك. You have to move a little bit. You have to travel. So here, under the hadith again, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أقر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما ثم يجمع بينهما. The Prophet, if he traveled قبل أن تزيغ الشمس, before Dhuhr, he's traveling. Before Dhuhr comes in, he's traveling. He wouldn't make Dhuhr until Asr. And at that time, he will combine. إذا زاقت
إذا زاغ if the salah came in before he left صلى الظهر ثم ركب. He didn't pray عصر. He would just pray الظهر. Then he would go. الصلاة كمثل الصوم. لا 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 كيف تقول كمثل الصوم؟ How can you say that? الصلاة هو مثل الزكاة؟ ما هو مثل الزكاة. كيف هذا؟ What's your question? مع الصوم يعني عند النية قبل النفل. يعني قبل أن نخرج من مدينة الحمراء يعني نفطر صح؟ ما فهمت. يعني ما فهمت. نحن في السفر، نحن وين سفر؟ اسمعوا يا إخواني هل فهمنا هذا يا عبد الصبور يا ربيع؟ You understand that? If you're traveling, بارك الله فيكم. And the time of Dhuhr comes in, and you pray Dhuhr, you can't pray Asr. لا بد أن تضرب في الأرض. You have to start traveling. فاسمع. If you're traveling, نعم, and you left Hamtramck, you reach Detroit. هل يجوز هناك أن يجمع بين الظهر والعصر؟ نعم. قد ضربت. You started traveling. You start traveling. When you leave your immediate area, مستطيل Detroit, that's outside of here. يا جماعة. Nah. As long as you didn't travel yet. كيف أن واحد مثلا صلى الظهر والعصر ما قد خرج. Then he goes, the car doesn't even turn on, the car's broke, he doesn't even get anywhere. Like, man, you didn't even travel, you didn't even move. Nah, but tadrib, you have to start going, you have to start moving. فما يلزم أنه يخرج مسافة السفر. He doesn't have to go the distance of traveling, he just has to start traveling. He has to start traveling. هذا درسنا الليلة يا إخوة. نعم. طيب. نعم. ما شاء الله كلام طيب ولكن قل يصلي فصول يصلي نعم وكلامك طيب نعم الله يبارك فيك هذا كلام عربي نعم ماذا يفعل خلف الإمام وهو يصلي نعم يتابع الإمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به اسمعوا يا إدريس واحد مسافر is traveling يصلي ركعتين يجمع جاء إلى المسجد وهم يصلون أربع معهم مسافرون he comes to the masjid they're praying four ركعات they're not traveling and he's behind the imam هل يصلي ركعتين أو يصلي أربع يصلي أربع اسمعوا كيف إذا جاء إلى الصلاة وقد فاتته ركعتان when he comes to the masjid and two ركعات already passing by And it's just two left. You study اثنين or you study أربعة? ماذا you study أربعة or اثنين? Study أربعة. ما دام خلف الإمام يصلي أربعة. As long as he's behind the imam, study أربعة. إنما جعل الإمام ليؤتم به. The imam has been put there so you to follow him. عندي سؤال إذن. He had to pray for. قال يا عمال حياك الله الله يبارك فيك تفضل صلي بنا أنت الإمام صلي you lead the صلاة كلهم مقيمون all of them there nobody challenge but you تصلي أربع أو تصلي أنت مسافر يا عمال ما يستصلي they all مقيم
You're traveling and they made you the imam. أنت تخبرهم يا أيها الناس أنا مسافر. طيب سهل سهل الإعلام، هل تصلي أربع أو تصلي ركعتين؟ اصبروا 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 عمار عمار عمار، الفقهاء بجانبك يعني يختلفون، ولكن أنت مسافر يا عمار، أنت مسافر، ما أنت مسافر ركعتين. If you're leaving and you're traveling, you pray ركعتين. You're مسافر. والقصر واجب أو مستحب؟ القصر واجب. You have to pray 2 ركعات if you're leaving salah. You have to pray 2. Now, if you're behind the imam, يا إدريس أنت معنا. If you're behind the imam, you have to follow the imam. But if they make you leave the salah, سلم أتبع ركعتين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أولا، هل يصح الإمام المسافر أن يصلي للمأمومين مقيمين يا عبد الكريم؟ Is it permissible for somebody traveling to lead the salah of the people in Muqim? نعم يجوز. هل يجوز للمتنفل أن يقوم من يصلي الفرض؟ If somebody praying sunnah, can he lead the people that are praying the fard, the wajib? And they get Abdul Sabah. How should they look? من من هو اسمه؟ يلا عاد الدليل. معاذ. معاذ. So the one who's praying the sunnah salah, he can lead the people who are praying the wajib. The one who's traveling, he can lead the people that's muqim, that are not traveling. نعم يا أم. نعم. 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 إذا تريد تجمع الآن يصليها. الجمع ما هو واجب. ولكن إذا صليت لا ما في عادي، لكن أنتم صليت مع الناس أو بحالكم؟ نعم صلي ركعتين، صلي ركعتين، لأن القصر على الراجح، القصر على الراجح واجب. فإن إذا بعض القوم ما رأوا أنه واجب صلى أربع هذا قول، ولكن القصر واجب. ها هيا قلا مختار. أنت مسافر، أنت مسافر، ركعتين، أنت مسافر. فيا إخواني في الله، هذا ديننا، ولا بد أن كل مسلم يعلم هذا. أبي مسلم هذا نورس. هل لا بد أن النساء يعرفن هذا؟ النساء أعتقد. لو من هذا نورس؟ كيف الأولاد والصغار؟ كل الناس لا بد يعلم هذا ديننا. نعم. هل تظن؟ نعم يا خطاب. هم مسافرون يتبع الإمام المقيم يقوم بعد أن يسلم يقوم. نعم. وإن كان خلفهم مسافرون يختصرون على ركعتين. يا أمثال فهمت كلام. نعم. هلا يا خطاب. If the imam is praying 2 rak'ahs because he's traveling, is musafir. خلفهم أناس مقيمون غير مسافرين. Behind them are people that are not traveling. When he gives the salam, salamu alaykum, they stand up and they finish the 2 rak'ahs. ولكن كان خلفه أيضا
مسافرون. There's also people behind him من جماعته that they're traveling also. يصلي ركعتين بس خلف الإمام. مفهوم يا إخواني يا شهاب؟ يتم يتم يتبع الإمام. لا فكيف بالحديث إنما جعل الإمام ليتم؟ لا بد يتفاعل الإمام. هذا درسنا يا إخواني، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.